في كل عام إنهم يجتمعون، يستمرون عدة أيام يتداولون الأفكار والمعلومات والدراسات. إنهم للعام الثالث على التوالي، وبعد النجاح اللافت الذي حققه الملتقى الأول والثاني، يأتي الملتقى السعودي الثالث لتخطيط وتصميم المستشفيات تحت عنوان البيئة الاستشفائية في المستشفيات، برعاية كريمة من معالي وزير الصحة وبمشاركة من عدة وزارات وجهات حكومية وخاصة، ليشكل منهجية تفكير علمية في عالم المباني الصحية، والتي تعد من الناحية الهندسية من أعقد المباني صعوبة في التصميم وصولاً إلى التشغيل والصيانة. وتقوم الجمعية السعودية لعلوم العمران ممثلة في شعبة معماري المباني الصحية، ليكون مجالاً خصباً تلتقي فيه نخبة من المعماريين والمهتمين في مجال تخطيط وتصميم المستشفيات. ويهدف الملتقى لهذا العام إلى نشر المعرفة في مجال تخطيط وتصميم المستشفيات، التعرف على النظريات الحديثة والمستجدات والتطلعات المستقبلية، تبادل الخبرات محلياً وعالمياً، توطيد الصلات بين المهتمين بالمجال، تشجيع ودعم البحث العلمي في المجال. كما ترتكز المحاور لهذا العام على الاتجاهات التصميمية الجديدة للبيئات الاستشفائية، البيئة الاستشفائية وعلاقتها بالاحتياجات البشرية والاجتماعية والثقافية، التقنيات الحديثة وتأثيرها على صناعة بيئة استشفائية إيجابية، دور المعايير في توفير بيئة استشفائية، حالات دراسية. وتتنوع الفعاليات لهذا العام لتشمل أوراق عمل وندوات، ورش عمل متخصصة، معرض متخصص للشركات والمكاتب العالمية. الملتقى السعودي الثالث لتخطيط وتصميم المستشفيات، البيئة الاستشفائية، مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، في الفترة من 26 حتى 29 جماد الأول من عام 1436 للهجرة، الموافق من 17 حتى 20 مارس من عام 2015 ميلادياً، تحت رعاية معالي وزير الصحة.